مشاهدينا الكرام سوف ننقل لكم البث المباشر لمباراه الترجي التونسي ضد النادي صفاقس الرياضي في الجوله الخامسه من الدوري التونسي لكن قبل مشاهده المباراه لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناه فهذا يسعدنا كثيرا وشكرا لكم ملعب راديس سوف يستقبل المباراه ملعب استاد اولمبي الحمادي العقربي براديس في تم الساعه الخامسه والنصف بتوقيت تونس وسوف تدعي المباراة عبر قناة الوطني الوحيد وقناة الكاس اتش دي اثنين الناقل الحصري والبث المباشر لهذه المواجهة القوية اليوم تجدون البث في صندوق الوصف نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة ونلتقي معكم في موعد قادم